من غير ما تقولي، والنبي ما تتعبي روحك. مش عاجبني وعمك مطابق على نفسك كده، مضايقني. مش تعالي شوف المحل ده. انت مامتك على فكره شكلها شديد قوي. ماما شكلها شديد قوي، ده اول مره اشوفها اليفه كده ومتصالحه مع روحها خالص. انت اللي مامتك شكلها ايه؟ القرش ما بيطلعش غير بامر من النيابه. امنا امنا كريمه جدا على فكره، بس كل حاجه ليها حدود يعني. بعدين طلع فيها على ايه؟ طلع فيها على ايه؟ حالك حالك يا عم الساري العربي، وفين شوال الدولارات اللي انت بتتكلم عليه ده؟ انا مش شايفه حاجه. مش بيقولوا برضو الشبكه من قيمه العروسه المفروض تبقى شبكه بربع مليون يورو؟ نخليها من قيمه العريس وتبقى 75 قرش. ضحكتني. ورد يا استاذ. ايه خلاص الله يحنن يا حبيبي. ورد يا استاذ. بقول لك الله يحنن. انا ما بكلمكيش انت، بكلمه هو. عرق ابيض ببقك ده. انت ازاي بتكلم؟ يا رب لو ما خدته مني ما تتجوزوش. انت قلت ايه؟ انا ما قلتش. قلت ايه يا فضيحه؟ ايه يا فضيحه؟ هاتولي هات الورد يا يعني. هات الورد يا امشي. امسك امسك دي ورد. اوعى اوعى خد يا حبيبتي. شعب بيضه ماشي اوكي. بقول لك ايه؟ نعم. انا عايز اشوف حل مع عمه خلاص، هتموتني انا والله لو